ما شاء الله عليك كابتن. من مواليد 1964 ما شاء الله، ومحافظ بعدك على؟ أنا الحمد لله أول شيء يعني أهتم بنفسي، أهتم بأكلي، أهتم بالرياضة، يعني تقريبا يوميا ألعب تنس، فيتامينات لازم أخذ، أكلي نوعية الأكل، كل ما يصير عندي مثلا مشكلة معينة أروح أفحص، أروح أسوي تفحص وتأكل يعني. تحب الأكل؟ أنا سمعت أنه يقول، أنا بس أسمع بس قاضية بس أسمع على الله وكيله. زين تحب تسمن هواية بالليل؟ أي لا، قبل شيء ما أقدر أكل إذا مو تمن يعني، بس بعدين هسه قام يصير عندي مثلا زيادة وزن بالبطن، قمت أقلل مثلا، أكل مثلا حتى الظهر أكل قليل حتى أقدر أحافظ، ليه تعرف رشاقة النجم مهمة بالمجتمع يعني. أكيد مهمة كابتن. شوف من سؤال لسؤال، كيف تتعامل مع منافسيك، مع تكتلات أحزاب أعداء النجاح؟ أنا عندي مبدأ في حياتي.